الطاقة العامة لك عزيزي العذراء، أنت في وضع خوف، تخاف من شيء معين في حياتك، أو ربما تعرضت لشيء قد هز وجودك، هز حياتك. ربما كنت في سجن، في مرض، ربما تعرضت لموقف من شخص معين وقد غير حياتك، قلب حياتك رأس على عقب، جعلك قليل الثقة بالناس، قليل الثقة بالحب، قليل الثقة بأي شيء في هذه الحياة. وأنت مستعد للدفاع دائما في هذه الفترة. أنت لست مستعدا لفتح قلبك للحب مجددا. أنت كما نرى تمسك عصا في يدك. هذا الشخص يمسك عصا ويحاول الدفاع عن نفسه بقدر المستطاع. هو لا يريد أن يقترب من أي شيء. هو كما قلت عنده قلة ثقة في هذه الفترة. وأنت ترى بأن هذا الشخص ربما كنت أنت وهذا الشخص متزوج في زواج، أو ربما يكون هذا الشخص أيضا، ربما يكون هذا الشخص أيضا في زواج آخر. هو متزوج وأنت وهذا الشخص تحبان بعضكما. هذا الشخص ربما متباعد عنك في هذه الفترة، أو مختفي، أو بأنه غامض، عنده غموض في حياته وهو متباعد. أجل إنه متباعد عنك، ربما كما قلت هو في زواج ويحاول أن يكون لوحده في هذه الفترة، لعله يجد طريقا للاختيار بينك وبين الشخص الآخر. هو لا يظهر لك مشاعر أبدا في هذه الفترة، ولكنه حزين جدا ومتمسك بك، وعنده أيضا كسرة قلب. أنت وهذا الشخص، أنت خائف من شيء قد حصل معك، وهو أيضا متباعد وخائف، وعنده أيضا مشاكل. ربما كنت في علاقة قد جرحتك وجعلتك لا تثق بأي علاقة، فيها علاقة أخرى، تدخل في علاقة حب مرة أخرى، وهذا الشخص أيضا لا يستطيع أن يدخل معك في أي علاقة. أنت ترى هذا الشخص احتمال كبير بأنك أنت وهذا الشخص متزوجين، كنتما في زواج وقد حصل بينكما شيء ما وذهبت الثقة بينك وبينه. لنأخذ نصائح من الرومانس أنجل، أو إذا كنتما في علاقة كراش، أنت برج العذراء، أنت قد مررت في وضع، أنت الآن في وضع، في طاقة صعبة جدا، ربما تعاني من اكتئاب، وهناك إنسان حب قادم إليك، ولكنك أنت تخاف من أن تفتح قلبك للحب مرة أخرى، لأنك في هذه الفترة قد عانيت كثيرا ولا تحب أن تعاني مجددا. وهذا الشخص ربما أنت تحبه وهو متزوج، إذا كنتما أيضا في علاقة كراش. تقول لك هذه البطاقة: تقول لك هذه البطاقة ابذل مجهود. تقول لك هذه البطاقة ربما يكون هذا الشخص هو حلم حياتك، أو الشخص المناسب لك، وتوأم روحك، وهو الشخص الذي يكمل معك حياتك، هو المكمل لحياتك. نأخذ نصائح أخرى. تقول لك هذه البطاقة: هذا الشيء سيؤدي إلى الحزن والخسارة. إذن نكمل. بطاقة: حاول الاستفادة من أخطائك وقم بإصلاحها. إذن بينك وبين هذا الشخص مشاكل، أو ربما كنت أنت وهذا الشخص في علاقة وقد حصل بينكم قلة ثقة في علاقة، أو في زواج وقد حصلت بينكم
قلة ثقة، خيانة أو ما شابه، أو أي شيء آخر، وأنت أخطأت بحق هذا الشخص وتقول لك هذه البطاقة صلح أخطائك، ولا وهذا الشخص ممكن إذا كنتما في زواج وتريدان أن تتركوا بعضكم، هذه البطاقة ستقول لك بأن هذا الشيء سيؤدي إلى الحزن والخسارة، وهذه تقول لك أنت ابذل مجهود، ابذل مجهود في هذه العلاقة وإن الأمور ستتحسن، فهذا الشخص يستحق أن تبذل مجهود في هذه العلاقة، لأن هذه العلاقة هي توأم روح. طاقتك لهذه القراءة، أنت في طاقة نجاحات ومستقر في حياتك، مرتاح، مصمم على شيء، أنت مصمم ومتوجه إلى شيء أنت قد نويت عليه مسبقا، وأنت في طاقة جميلة جدا، أنت في طاقة ملك العصي، هو إنسان قوي جدا، ولكن هذا الشخص عنده علاقات، هذا الكارت، هذا الشخص عنده يحب العلاقات المتعددة، ربما كانت في حياتك علاقات متعددة، أقول ربما، هذه طاقتك وهذه طاقة الحبيب، الحبيب ربما يعيش في هذه الفترة في صراع نفسي بين أمرين، بين شخصين، بين شيئين في حياته، ربما يحاول أن يوازن حياته ماديا، ربما كان يعاني من الماديات ويحاول أن يتوازن في هذه الفترة، فهو كما قلت هو في وضع اختيار. مشاعرك باتجاه هذا الحبيب، أنت تحب هذا الحبيب جدا، أنت تحبه بطريقة كبيرة، لا يوجد أفضل من هذا الكرت للتعبير عن حب الصادق، أنت تحبه حب بلا سبب، ولكن ربما كنت تحبه حب بلا سبب، ولكن في كثير من الناس يحبون شخص معين ولكن لا يقدرون أن يستغنوا عن العلاقات الأخرى، احتمال بأنك تحب هذا الشخص وأنت تخاف أن تعطي، لأن ظهر لنا في الطاقة العامة هذه، أنت خائف من أن تفتح قلبك للحب، أنت تحب هذا الشخص ولكنك تخاف من أن تفتح قلبك لهذا الحب، وتحاول أن تكون بعيد وتركز على نجاحك العملي في هذه الفترة، واحتمال بأنك متعدد العلاقات لكي توزع حبك على كافة الأشخاص لكي لا تصل إلى طاقة التعلق بشخص معين، فأنت عانيت من علاقة حب فاشلة ولا تريد أن تتكرر معك مرة أخرى. مشاعر الحبيب لك هو ينتظرك، ينتظر منك كلمة أو تصرف أو رسالة أو أي شيء، هو في طاقة انتظار وترقب منك، انتظار وترقب لك. ربما تكون هذه العلاقة بينكما هي علاقة دخول وخروج، اون اوف، دائما هذه العلاقة، وربما تكون أنت أكبر من هذا الشخص، هو أصغر منك سنا، يراك هذا الشخص بأنك مستقر ماديا مرتاح، ويراك بأنك تحبه، هو يشعر بحبك له، ويراك بأنك إنسان طيب القلب، صادق المشاعر، صادق النوايا، ومتمسك به أيضا، وهو ينتظر منك خطوة. هذه البطاقة تقول لك بأن هذا الشخص نواياه أن يقلب حياته، أن ينهي جميع الخلافات التي كانت بينكم، هذه هي نواياه، ينهي جميع الخلافات التي كانت بينكما،
يترك الماضي بالماضي، يهدم ما كان قد سبب لك وله الخسارة والألم، ويبدأ بداية جديدة. بعد هذا البرج المنهار نبدأ بداية جديدة، وهذه البداية الجديدة هذه خطوته القادمة، أن يكون معك في زواج. هو يريد أن يكون معك في زواج ويشكل معك أسرة وأولاد. هو يريد حب معك صادق، أنت تحبه حب كبير، وهو يريد معك أيضا حب. أنت خائف أن تفتح قلبك للحب، ولكن هذا الشخص صادق معك، ونوايا خطوته القادمة جدا معك جميلة، ومصير هذه العلاقة بإذن الله الزواج. بداية جديدة وزواج، ستشرق الشمس عليكم من جديد، و ستنهي سينهي هذا الشخص الخلافات، وأنت أيضا المفروض أن تنهي أيضا. إذا كنت قد أخطأت بحق هذا الشخص فسامح وصالح ولا تكرر الأخطاء، هذه نصائح لك هذه هنا. وهذا الشخص نواياه جدا طيبة، ومصير العلاقة بإذن الله الزواج، وهذه البطاقة تقول لك اسعى لكي تكون هذه العلاقة راسخة مثل هذه العمدان الأربعة. اسعى لتكوين أسرة مع هذا الشخص، فهذه العلاقة جدا جميلة. أعطي فرصة لهذه العلاقة وأصلح ما خرب بينكما، وهذا الشخص سيكون بمثابة توأم روح لك بإذن الله. شكرا لكم أصدقائي على هذه المشاهدة، وأرجو أن أراكم في فيديو